وصلنا النهارده للصيغه النهائيه للائحه بعد يمكن مجهود كبير شارك فيه الجميع، كان على راسهم طبعا اللجنه يمكن اللي وضعت اللائحه من البدايه، كانت مشكله مجلس الاداره وكان فيها طبعا برئاسه المستشار محمود فهمي، وبعد كده توالت طبعا الاقتراحات والافكار من جميع الاعضاء في النادي وورش عمل كتيره جدا اتعملت لاطياف مختلفه والفئات مختلفه، وشارك طبعا فيها كبار الساده المستشارين اللي يمكن النهارده يعتبر اقل حاجه يعني يمكن كتكريم معنوي ناس اشتغلت بجهد وبتعب بدون اي مقابل وبدون ما تستنى اي حاجه حبا في النادي الاهلي وحبا في عملها. الحمد لله في النهايه الصوره يعني الحمد لله مكتمله، ونتمنى ان شاء الله تكمل على خير يوم 28 باذن الله.